ولمزيد من التحليل ينضم إلينا من رام الله الدكتور مراد حرفوش الكاتب والباحث السياسي وخبير الشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك ضيفي العزيز. نتحدث عن حكومة وحدة لتنفيذ صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى، إلى أي مدى يمكن التعويل على مثل هذا أو هكذا مقترح تم وضع استطلاع رأي بشأنه إلى أن تتوصل لصفقة لتبادل المحتجزين والأسرى وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟ تحياتي لك على السادة المشاهدين ولقناتكم عاصمة الخبر. باعتقادي بأن الاستطلاعات الأسبوعية التي تصدرها وسائل الإعلام المختلفة في دولة الاحتلال الإسرائيلي تشير يعني لمزاج الرأي العام الإسرائيلي والجمهور الإسرائيلي، ونحن 51% من المستطلعات أراهم تريد وحدة، حكومة وحدة وطنية، وأيضا من مهام هذه الحكومة الوصول إلى صفقة وقف إطلاق النار. لكن هذا يأتي متعارضا مع هدف نتنياهو، وأيضا تشكل إذا ما شكلت هذه الحكومة أو تشكلت هذه الحكومة باعتقادي ستكون بداية نهاية مستقبل السياسي لنتنياهو وإلى اليمين الإسرائيلي وإلى الائتلاف الحكومي، وخاصة بأن الاستطلاعات الرأي في كثير من وسائل الإعلام الإسرائيلي وخاصة المعاريف التي تؤكد بأن إذا نتنياهو يتأهل بأن يكون هو حظه الأعلى كرئيس للوزراء، لكن الأحزاب اليمينية الإسرائيلية وحزب أو معسكر نتنياهو لا يحصل أو لا يحظى بالنسبة الأغلبية لتشكيل هذه الحكومة. وهذه هنا المفارقة، بمعنى بأن الجمهور الإسرائيلي لا يؤيد النسبة العليا لمعسكر نتنياهو ولا يريد هذا الائتلاف الحكومي، وإنما لو وجد هناك زعيما إسرائيليا قادرا على منافسة حقيقية لنتنياهو باعتقادي ستكون استطلاعات الرأي أيضا مختلفة. لكن لحد هذه اللحظة لا يوجد من يحظى بالزعامة وزعامة المعارضة الحقيقية لنتنياهو، على الرغم بأن آخر استطلاعات الرأي أعطت حظوظ ليست قليلة لنفتالي بنت، ولكن هو لحد هذه اللحظة بعيدا عن الساحة السياسية الإسرائيلية ولا يطرح نفسه. نعم سيد مراد، وفقا لهذا الاستطلاع وفقا لصحيفة معريف يتحدث عن أن 41% يتحدث عن أن نتنياهو سيكون رئيس هذه الحكومة أو من المتوقع أن يكون رئيس هذه الحكومة لصالح، 40% لصالح بيني جانتس. إذا نتنياهو الذي هو سبب في تعثر هذه المفاوضات، كيف يكون رئيسا لوزراء حكومة الوحدة التي تسعى لإنجاح هذه المفاوضات لتبادل المحتجزين والأسرى؟ يعني هذه الحكومة كما ذكرت هي تحتاج لأن تذهب إلى الوصول لصفقة ومن ثم إجراء انتخابات، بمعنى هناك مهمة محددة لهذه الحكومة إذا جرت هناك حكومة. لكن لا أعتقد بالوقت المنظور أن يكون هناك، بدأ هناك حراكا للذهاب لتشكيل هذه الحكومة، لا أعتقد ذلك ممكنا، رغم أنه في استطلاعات الرأي لا تعتقد 56%. إذا كانت هناك حكومة وحدة وطنية بالاستطاعة أن تذهب إلى انتخاب إذا وصول إلى صفقة، بمعنى الجمهور الإسرائيلي يحتاج إلى صفقة ويعارض نتنياهو باستمرارية هذه الحرب. لكن نتنياهو يريد استمرارية وإطالة عمر هذه الحرب ويريد توسيع رقعة هذه الحرب، وهو لا يريد حكومة وحدة وطنية، على الرغم أن الأحزاب الإسرائيلية المعارضة لنتنياهو قدمت لنتنياهو العديد من المقترحات التي تشكل شبكة أمان نتنياهو لنتنياهو وحكومة نتنياهو إذا انسحب أحزاب صهيونية دينية أو سمودريتش بن غفير، بمعنى أن تعطيه شبكة أمان للذهاب إلى صفقة، سواء انسحب ابن غفير أو سمودريتش أو بقي بهذه الحكومة. لكن نتنياهو لا يرغب في ذلك، نتنياهو يريد المحافظة على هذا الائتلاف الحكومي، يريد البقاء في هذه الحكومة، يريد أن تستمر هذه الحكومة لتستمر هذه الحرب العدوية. نعم سيد مراد، في إطار تمسك نتنياهو كما ذكرت بهذه الحكومة يضرب بعرض الحائط التظاهرات التي خرجت خلال الأسابيع الماضية مطالبة بضرورة إبرام صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى، إذن هل من المتوقع أن نشهد خلال الأيام والأسابيع القادمة مزيد من التصعيد من قبل الهيزدروت أو من قبل النقابات العمالية الإسرائيلية، وخصوصا أن نتنياهو لربما ضرب بمطالباتهم عرض الحائط؟ نتنياهو ضرب بمطالبة الجمهور وعائلات الأسرى عرض الحائط كل يعني الاحتجاجات والمصيرات في الشارع الإسرائيلي. هو لا يهبه
لهذه المسيرات والاحتجاجات، وخاصة أن هذه لم تشكل تهديد حقيقي على الائتلاف الحكومي، رغم أن هناك في مشاورات وفي ضغوطات على بعض الأحزاب المشاركة في هذه الحكومة، خاصة حزب شاس، وهناك في حديث مستمر من أجل الانسحاب من هذه الحكومة، لكن لا أعتقد لما زال يعني وصلت لمرحلة النضج والقدرة على الانسحاب للحكومة. وهذه المظاهرات والمسيرات باعتقادي استمرت وهي مستمرة وتتصاعد كل أسبوع في ذلك، وباعتقادي إذا توسعت وانخرط قطاعات مهمة وخاصة نعم. القطاعات الاقتصادية والتجارية وأصبحوا متأثرين باستمرارية هذا الحرب نعم. وعاد الاستدروج أن ينخرط في هذه المظاهرات والمسيرات، باعتقادي أنها ستشكل مسمر يعني ستشكل تهديد حقيقي على بقاء نعم سيد مراد. وأعتقد هذه القطاعات مهمة ولها تأثير وشلت في إضرابها شلت الحياة الاقتصادية والحياة العامة في دولة الاحتلال. نعم سيد مراد، على كل أحوال أشكرك يعني على ما أفدتنا به من تحليل للمشهد في الداخل الإسرائيلي حتى الآن. كنت معي من رام الله مراد حرفوش، الكاتب والباحث السياسي وخبير الشؤون الإسرائيلية، شكرا لك.